ومتابعينا بصباحنا لليوم، ووصلنا إلى فقرتنا التالية رح نحكي فيها أكثر عن تبييض الأسنان. هي عمليات شائعة في طب الأسنان وبالتحديد بمجال التجميل، ففي العادة تكون الأسنان الدائمة لدى الإنسان ذات لون عاجي أو بيكون شوي مصفر، ونادرا ما تكون ناصعة البياض. وهلأ يمكن موضة صار كل صحيح. الناس عم تعمله، يا ابيض يا اوفر بياض. رح نحكي اكثر عن تبييض الاسنان بشكل طبيعي، بعيدا يمكن عن الفينير واللمونير والى اخره، مع الدكتور عبد الرحمن زنق. اهلا وسهلا فيك دكتور، الله يخليك يسعد يا رب. صباحك. الله يسلمك يا رب. صباح الخير دكتور. بالبدايه صباح. يمكن اساسا شفنا بالاونه الاخيره الاتجاه نحو الفينير واللومونير والابيض الفاقع عم نشوف، بس في كثير من الناس بتحلم بابتسامه وبياض جميل بعيدا عن التكلفه الماديه الكبيره. طبعا. خلينا نحكي بالبدايه، ايمت بنقول الاسنان بدهم فعليا تبييض، وشو الاجراءات اللي ممكن نقوم فيها؟ هلا بالبدايه يعني الموضوع تبييض الاسنان، مو انه بدنا نعرف بالبدايه انه مين المريض اللي بحاجه تبييض، مين المريض اللي بحاجه تبييض. هلا بدايه بدنا نعرف نحن البنيه تبع السن بالبدايه، يعني بنيه السن شو هي عشان نعرف اذا يعني بناء على هالشيء بنقرر موضوع التبييض. هلا السن هو طبقه مينا وطبقه عاج، وبعدين بيجي طبقه العصب. المسؤول عن الغماء لون السن هو طبقه العاج، فهيك ونسبه التمعدن اللي فيه. فلما تلاقي الطفل الصغير او العمر 6 7 سنين بدايه اسنانه المؤقته تلاقي فاتحه، نسبه التمعدن اللي فيه بتكون يعني بطيئه يعني منخفضه. اما لما المريض يبلش يكبر بالعمر حتزيد نسبه التمعدن، فحيبلش يعني مع التمعدن يزيد مع موضوع التدخين، مع موضوع القهوه، مع موضوع العادات اليوميه الروتينيه، يعني حيبلش يغمق اسنانه. فبيجي براجعنا المريض انه دكتور يعني تقريبا بشكل شبه يومي، دكتور انا والله بدي اعمل تبييض الاسنان، دكتور شو بيناسبني، دكتور انا والله بشوف يعني على الفيس والله شفت بشوفه ابتسامات كذا، يعني كثير عم تلعب السوشيال ميديا دور، بس المشكله اللي عم يصير شيء سلبي، يعني عم تصير معتقدات خاطئه، عم يصير طرق خاطئ كثير. فنحن من دورنا يعني المريض اللي براجعنا نوعيه. هلا من البدايه بنبلش من هلا في مرضى ما بنعمل له تبييض، مثلا عندك الاطفال دون 18 سنه هذا اطلاقا ما بنعمل له تبييض، لانه بتكون لسه حجه العصب واسعه، بتكون لسه نفوذ اكثر للعصب. فهذا لما نطبق مواد التبييض فحيصير نفوذ العصب، حيعمل له حساسيه وحيعمل له الام كثير. اثنين الحوامل ما بنعمل لهم تبييض، نحن بنخاف من اي تاثير على الجنين. نمبر رقم ثلاثة عن المرضى اللي عندهم حساسية كتير كبيرة، يعني عندهم كتير حساسية على المي على الشرب على كل شيء، فهذا نحن بنتوجه لعلاج الحساسية بالبداية، بعدين ننتقل لموضوع تبييض الأسنان. المرضى اللي بنعمل لهم تبييض أسنان، هلا بيجي مريض بفكر إنه التبييض هو حل سحري لأسنانه، حيطلع من عندي عنده هوليوود سمايل، عنده الابتسامة السحرية. نحن هي من وعي المريض، لا يعني بنحاول نخفض سقف توقعاته. بيجي هو شايف صور لاسنانه، شايف على الفيس، شايف كذا ابتسامات قبل وبعد، هي بتكون كلها كذب. بنحاول يعني ما نرفع سقف توقعاته كثير، مثلا يعني اذا عنده صفه غلط هو بفكر انه حيطلع للصفه تمام. هو التبييض بشكله البسيط هو تفتيح للون الاسنان، لا بيعدل صفه، لا بيعدل اطلاقا. يعني بالبدايه لك اللي بيكون المريض اسنانه ناصعه البياض، بيكون سماكه المينا تمام، مع الوقت لك بتخف سماكه المينا، بتبلش التصبغات تدخل. ف يعني هيك اللهم صل على سيدنا محمد بنعمل لك. نعم دكتور، يعني قبل ما نختم مع حضرتك، كثير من الاشخاص بتخاف تلجا الى التبييض الطبيعي عند الدكتور، وهي بتصير بتلجا الى قيل عن قال، او شايفه يمكن وصفه مبيضه على مواقع التواصل الاجتماعي، على ما بعرف وين جارتها قالت لها، فعم يحطوا يمكن طبقات عم تاذي الاسنان بشكل كثير فظيع. خلينا نحكي عن الاخطاء الشائعه وعن يمكن تمام. السلوكيات اللي بيتبعوها خاصه السيدات، يعني تمام. في كثير سيدات فقدت اسنانها من وراء هلا حكيت لك الموضوع غلط. انه موضوع السوشيال ميديا فيه كثير يعني هو سلبي اكثر ما انه ايجابي، فعم يجي هي الخلطات اللي ما في شيء اسمه خلطه طبيعيه لطبيب الاسنان. هلا هي الموضوع التوم وموضوع الليمون وموضوع الحمض وموضوع هي الامور،
هي ما بتدخل لبنية السن مثل مواد التبيض، هي ممكن تشيل الطبقات السطحية بس حتعمل ردة فعل عكسية، حتعمل تآكل، حتعمل حساسية كتير كبيرة. يعني كتير مرضى عم يلجأوا لهي الطرق، عم يجوا لعنا نتائج عكسية، عم يعملوا رد نفسي، يعني أزوا سنانهم أكثر ما يفيدوها. فنحن هون دورنا نوعي إنه المختص الوحيد بموضوع طبيب الأسنان هو طبيب الأسنان فقط لا غير. يعني بيجي المريض بيحضر لعنا نعمله فحص لسنانه، بناء على هالشيء نحن بنقيم هو بحاجة طبيب. ويعني نقطة تانية كمان بحب نوه، لأنه مو كل يعني كل حالة طبيب هي حالة منفصلة بحد ذاتها. صحيح. يعني هذا المريض تختلف، يعني من شخص لشخص تختلف، من طبيعة السن لطبيعة السن. مو جلسة واحدة، بجوز بده عدة جلسات، وفي حالات كثيرة بدها دراسة. دكتور أكيد نحن ناطرينك بحلقات جاية لحتى نحكي عن مواضيع ثانية بتهم الأسنان وجمال الأسنان. شكرا كثير لك دكتور عبد الرحمن.